يمكن كتب دكتور رضوى عاشور بالنسبه لي هي يعني كتبي المفضله على الاطلاق بالاساس، عشان يعني السلاسه الرهيبه في حكيها للقصص بتاعتها، بحس ان هي يعني كانها هي قاعده بتحكي لي فعلا، يعني مش انا قاعد بقرا كتاب، يعني حاسس ان في حد بيحكي لي، والسلاسه في اللغه، وفي نفس الوقت اللغه حلوه جدا، مش لغه مبتذله، لغه سلسه جدا ما فيهاش اي صعوبه، والتفاصيل يعني الصغيره جدا اللي هي بتفرق جدا جدا في تكوين الشخصيه اللي انت بتقرا فيها للروايه. انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يكون قرا طنطوريه مثلا ومش لسه لحد دلوقتي فاكر كويس شخصيه رقيه، وفاكر تفاصيل شخصيه رقيه، وفاكر كويس كانت بتعمل ايه. انا شخصيا حبيت القهوه اصلا من يعني رقيه وعمايلها للقهوه، والقهوه اللي فارت منها 3-4 مرات، انا فاكر التفصيله دي كويس عشان كانت ساعتها مهمومه بهموم عيالها وكده. التفاصيل دي في كتب دكتور رضوى هي بالاساس اللي بتخليني احب كتب دكتور رضوى. وعاده انا لما بقرا كتاب او بتفرج على فيلم ببقى يعني محايد جدا، واقعد يعني ببقى رخم يعني، بس دكتور رضوى انا حقيقي عمري ما قابلتها، بس انا حقيقي بحبها هي شخصيا من كتبها، يعني ما قدرتش ابقى على هذا القدر من الحياديه اللي انا متعود عليها دايما مع كتب دكتور رضوى عاشور بسبب السلاسه دي. في نعومه كده، حاسس انه في دكتور رضوى نفسها قاعده معايا بتحكي لي، وقاعده بتاخدني في صفحات من التاريخ انا بالتاكيد كنت هزهق جدا ان انا اقعد اقرا فيها، كنت هزهق ان انا اقعد اقرا تفاصيل منظمه مثلا التحرير الفلسطينيه في طنطوريه، كنت هقعد ازهق اقرا تفاصيل جيل 71 في اللي هي ذكرته في روايه فرج، جيل الشباب الثوار وايه اللي حصل فيهم، ومين اكتئب ومين انتحر ومين لسه مكمل ومين باع القضيه، كل التفاصيل دي بتاكيد كنت هزهق ان انا اقراها، الا يعني بسبب دكتور رضوى انه هي بتحكي لي قصه من واقع التاريخ ده، ما بتغيرش في التاريخ بس تخليهولي حاجه يعني مثيره للاهتمام، حاجه انا عايز اكمل وافضل اقراها. الطنطوريه مثلا قريتها 3-4 مرات، يعني الطنطوريه اقعد اعيد وازيد في الطنطوريه من حلاوتها، ومن بحس ان انا بذاكر تاريخ وانا بقرا كتب دكتور رضوى.